القرآن الكريم هو أول حاجة. أنا كيف فقت الصباح صليت واحد جوج ركعات، الله يتقبل لنا والجميع، هزيت القرآن الكريم، جيت من مدينة كبيرة، من مدينة بعيدة باش نتفرج في الوداد البيضاوي، من مدينة سيدي سليمان. تشكر مدينة سيدي سليمان، تحية ليهم خاصة. وجيت أخويا باش نشجع الفريق ديالي، وما تتأثرش علينا الغيابات ديال اللعابه، تاثرش علينا الغيابات ديال الناهيري، ديال الكارسي الاصباحي، الحسوني، النصير. كيف ما كتشوف راه الفرقه عندها 11 لعاب، كيف ما كتشوف الراجع عنده 11، حتى الوداد عنده 11. ونتمنوا من فريق الوداد البيضاوي يضربوا لنا الماتش ونمشيو فرحانين لمدينتنا. اخويا عوض حيت ودادي ومن النخاع الشوكي ديالي، عوض اخويا ما ندخل ومقلهت. اللهم نشد نقرا القران شويه، نستافد منا، ندي حسنات، ومنا نتسنى الماتش يبدا باش نتفرج الفريق ديالي. والله ينصرنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.